مساء الخير. دخول سريع كذا، راح اسوي مكرونة بشاميل. هذا البشاميل مكرونة بشاميل مقلية، او نقول عليها كرات المكرونة، كرات المكرونة المقلية. هذا الحين بشاميل سويته، طريقة البشاميل سهلة، اسهل منها ما في. هذا البشاميل لازم يكون ثقيل، وراح اسوي لحمة مفرومة مع بصل وسلق المكرونة. هذه المكونات. الحين البشاميل سويته، انا سويته من بدري عشان يبرد. وصلتني قهوة اليوم اسمها قهوة الفيصل، راح اجربها معاكم واشوف. هنا عندي اللحمة المفرومة، طقطقتها شوية كده بدون اي شيء، لا زيت ولا شيء. الحين اضيف عليها بهارات، كمون وفلفل اسود وكزبره وملح بس. بعدين اضيف البصل واتركها لين يستوي البصل. عندي هنا برضو مكرونة تنسلق، وعندي هنا البشاميل، بشاميل مكرونة لحمة مفرومة. هذه المكونات حقت المكرونة، كأنك تسوين صينية مكرونة بالبشاميل، نفس الشيء، بس أنا راح أسويها كرات. هنا أصب المكرونة بعد ما سلقتها. نضيف اللحمة المفرومة، بعدين البشاميل، زي ما قلت لكم يكون ثقيل. واخلطهم مع بعض واتركهم يبرد، لازم تكون باردة قبل ما تورها عشان تتماسك وتثقل شوي. شايفين مكرونة ولحمة مفرومة وبشاميل، نخلطها كلها وخليها تمزج مع بعض ونتركها تبرد. ضروري تكون باردة، لأنك لو ما تكون باردة ما عرفتي تكورينها. هذه الحين المكرونة بعد ما بردت، أخذ جوانتيات في يدي، لازم جوانتيات عشان لا تمسك في اليد، وأخذ شوية زيت، ضروري الزيت، وأبدأ أكور. تخلين كلها تقريبا في مقاس واحد، يعني نخليها مقاسها وسط، لا كبير ولا صغير. تكون بالشكل هذا، شايفين كيف تماسكة؟ زي ما قلت لكم لازم تخلونها تبرد. الحين احطها هنا في صحن مدهون بشويه زيت. بعد الخطوه هذه احطها في البيض والبقسماط والدقيق واقليها. بس هذه الخطوه ضروريه انك ايش تستخدمين الزيت. شايفين تلمونها، لموها كويس عشان ما تتفكك معاكم، تكون بالشكل هذا. واستمر لين تخلص. الكميه عندي انا كبيره، لاني انا راح افرزنها شوي، افرزن منها، تتفرزن عادي. شايفين بعد ما تحطين البيض والقسماط والدقيق فرزنيها عادي يعني، وتقلينها مباشرة. لما نجي نقليها، نقليها مباشرة، ما نستناها تفك الثلج ولا لا. شايفين، واستمر لين تخلص الكمية. شايفين الكمية اللي جت؟ هذا غير اللي سويتها بالبقسماط، لسه أنا سويت كم حبة بالبقسماط، هذه لسه ما حطيت عليها بقسماط.
يعني كمية كبيرة تقسم لك 3-4 مرات إذا حطيتها في الفريزر. الكمية واحد من هذه مكرونة واحدة، نص كيلو لحمة مفرومة، ممكن تستخدمين دجاج وبشاميل فقط، يعني غير مكلفة أبدا، وجي لك كمية كبيرة. شايفين؟ يعني لو حطيت اللي سويتها هنا خلاص يعني تبسي زي كده، وتحطونها في الفريزر. طبعا في الفريزر بعد ما تحطين البيض والبقسماط، مو قبل، عشان على طول تنقلي بعد ما تخرجينها. الحين بعد ما كورتها ممكن تتركينها شوية في الثلاجة يمكن 10 دقائق ربع ساعة، بعدين نضيف بيض بقسماط دقيق، أول شيء الدقيق بعدين البيض بعدين البقسماط، ناخذها واحدة واحدة. شايفين كيف انت ماسكة؟ شايفين كل ما جلست تتماسك أكثر، بس أهم شيء البشاميل يكون ثقيل. للحين أول شيء أحطها في الدقيق، بعدين البيض، بعدين البقسماط. شايفين؟ واتركها هنا على جنب، واستمر فيها كلها. أول شيء إيش؟ الدقيق، بيض، أنا حطيت بيض مع حليب مو بيض صافي. شايفين؟ بعدين البقسماط. هنا في المرحلة هذه ممكن تفرزنينها زي ما هي كده لين تجمد، بعد ما تجمد تحطينها في علب. يلا بخلص الكمية وارجع لكم. ما تاخذ وقت في القلي لانه كله مستوي، بس مجرد انها تحمر على لنا شويه وخليها شقره شويه. شايفين تاخذ اللون الاشقر هذا، خلاص نطفي عنها. انا عندي هنا شويه ملفوف، يعني كقاعدة مع شوية جرجير. وراح نحط الكرات عليها، وتقدم مع أي صوص تحبين، أي صوص تفضلونه يتقدم معها. أنا أفضل الصوص هذا، عبارة عن طماطم وثوم. شايفين؟ وممكن شوية دبس رمان. حلو زين، مكانه زين، أغراضه حلو.